وصفتنا هي الكرابيج مع الناطف، رح نعملها بطريقة كتير كتير سهلة وكتير طيبة. بجات كبير بدي احط 200 جرام من الطحين الفرخة او كوب ونص، 100 جرام من السميد الوسط او 3 ارباع الكوب، ملعقة كبيرة من السكر البودرة. بدي احركهم شوي مع بعضهم مشان ما يكون في تكتلات من السكر، وبدي ارجع اضيف عليهم نصف كوب من السمنة او 100 جرام. ومثل ما شايفين انا عم بستعمل اكواب المقاس، والسمنة بدها تكون بحرارة المطبخ، ما بدنا اياها تكون دايبة كتير ولا جامدة من البراد. هلا بدي افركهم بايدي بهيدا الشكل لحتى نبسبس السميد والطحين الفرخة مع السمنة. شوفوا كيف لازم نفركهم بهيدي الطريقة، ما لازم نعجن ابدا. هلا بدي اخليهم على جنب لمدة ساعة ونص لساعتين لحتى السميد كله يتشرب هيدي السمنة. من بعد مرور ساعتين بدي اضيف ملعقة كبيرة من المزهر، ملعقة كبيرة من الموارد، ومعلقتين كبار من المي. وهلأ مثل ما شايفين بدي لمهم لم، ما بدنا نعجن أبدا، حاولوا ما تعجنوا لأنه أي معمول إذا عجنتوه رح يطلع معكم قاسي. فإذا حسيتوا ناشفة بدها بعد سوائل فيكم تضيفوا بعد شوية مي. أنا هيدي هي العجينة اللي بدي إياها مثل ما شايفين. هلأ كمان بدي غطيها وبدي ريحها كمان ساعة لساعة ونص، ضروري كتير نريح العجين قبل ما نشتغل فيه. ومثل ما قلت لكم اذا حسيتوها ناشفه بتضيفوا كميه قليله من المي. هلا بدنا نبلش نجهز الحشوه. انا هون عندي فستق حلبي، عندي تقريبا كبيتين من الفستق الحلبي، بدي احطهم بجاد. طبعا بدهم يكونوا مطحونين خشن، ما بدنا اياهم يكونوا ناعمين. حطيت معهم سكر تقريبا معلقتين صغار، وكمان بدي احط مزهر وموارد، ملعقه صغيره بملعقه صغيره. وكمان بدنا نحط شويه قطر، القطر هيك لحتى يخليها تصير معنا عجينة. وهلأ بدي اخلطهم كتير منيح مع بعضهم بهذا الشكل. ومثل ما قلت لكم الفستق الحلبي بده يكون مجروش خشن، ما يكون ناعم، يكون فيه هيك حبات كبار. شوفوا كيف الحشوة صارت معنا مثل العجينة، هيدا هو القوام اللي بدنا اياه للحشوة. هلأ انا هون من بعد ما ريحت العجينة وصارت عندي جاهزة، هلأ بدنا نبلش نكورها. بدنا نعمل نحنا المعمول مثل الاصابع، فباخد قطعة من العجين قد ما انتو بدكن، قد ايه بدكن اياها تكون حجمها كبيرة صغيرة، انتو بتتحكموا بالحجم قد ما بدكن، بس المهم تكون الحشوة مقاسة نفس مقاس العجينة لحتى ما يطلع العجين كتير والحشوة تكون قليلة. فشوفوا كيف عم بعملها على شكل اصابع، وانتبهوا كتير منيح من مطرح ما سكرتوها، حاولوا شدوا شوي لحتى ما تفتح نحن عم نخبزها. وهيك صارت عنا بهيدا الشكل جاهزة. شوفوا كيف بده يكون شكلها، هيدا هو شكلها، بس مثل ما شايفين لا بدها قالب ولا بدها اي ادوات. هلا بدي احطهم بالصينية اللي بدنا نخبزهم، وبدي اخبزهم بفرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180 لحتى ياخذوا لون من تحت، وبرجع بولع الشواية لياخذوا معنا لون من فوق. هلا بدنا نبلش بالناطيف، عندي هون 2 من بياض البيض، حطيت معهم 7 ملاعق كبار من السكر ورشة ملح وملعقة صغيرة من الخل. هلا بدي اخلطهم شوي مع بعضهم، وبدنا نرجع نضيف عليهم يعني تقريبا نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا، أكيد ما بدنا ننسى الفانيلا. طبعا أنا رح أحط كل المكونات بصندوق الوصف. هلا أنا بهيدا الوقت حاطة طنجرة فيها كمية قليلة من المي لحتى تغلي على النار مثل ما شايفين، وبدنا نحط جات البيض لحتى يتعقم البيض، وبدي ضلني عم حرك ما بشيل إيدي من التحريك أبدا، أهم شيء إنه المي ما تلامس الجات، يعني كمية قليلة من المي نحن بدنا نعقم البيض بواسطة البخار. هلا بضلني عم حرك تقريبا 3 أو 4 دقايق، مهم انه يدوب السكر تماما. اكيد بنحط اصبعنا ومنعد للعشرة، لازم تكون ما قدرانين نتحمل هيدي الحرارة، فما كتير كمان تكتروا وقت لحتى ما ينطبخ البيض ويصير قاسي وما يزبط معنا. فمثل ما شايفين حطيت ايدي ونطرت شوي لقيتها سخنة ما قدرت اتحملها والسكر دايب تماما. هلا بدي شيلهم وبدي بلش اخفق البياض مثل ما شايفين. طبعا هني وبعضهم سخنين بدي ضلني عم بخفقهم، ما بدنا نتركهم ليبردوا ابدا، نحن وعم نخفق بصيروا يبردوا. بياخذوا معنا تقريبا 10 دقائق خفق رح يطولوا شوي معكم، مجرد ما تلاقوهم صاروا عندكم بهيدا القوام يعني صاروا عندكم جاهزين. هلا في وصفه ثانيه هي للكرابيج مع الناطف، بتكون مد، فيكم تستعملوا عجينه المعمول مد التمر، انا عملتها بالقناه، بتعملوا نفس معمول مد التمر بس بدل التمر بتحطوا فستق الحلبي اللي عملناهن او جوز،
من بعد ما تخبزوه وبتخلصوا بتحطوا هيدا الناطف على الوجه، بتقطعوه مربعات بصيروا عندكم معمول مد بالناطف. بس نحن اليوم رح نعملهم اصابع. شوفوا كيف طلعوا معنا الاصابع من بعد ما خبزناهم وقدمتهم بهيدا الشكل، وحطيت مثل ما شايفين فستق حلبي، لانه اكيد الحشوه فستق حلبي فلازم نرش على الوجه فستق حلبي. وهيك بتكون خلصت وصفتي لليوم. بتمنى تعجبكم، طريقتها كتير كتير سهله، ومثل ما شفتوا ما بتاخد معنا وقت. صحتين.